سؤال: هل يجب الصيام على الأصم؟ الجواب: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، يجب الصيام على الأصم إذا توفرت فيه شروط وجوب الصيام. إيه هي شروط وجوب الصيام دي؟ أول حاجة الإسلام، تاني حاجة البلوغ، تالت حاجة العقل، رابع حاجة القدرة على الصيام، إن الشخص يكون قادر على الصيام، خامس حاجة الإقامة، إن يكون الشخص مقيم في وطنه ما يكونش مسافر، سادس حاجة ودي خاصة بالمرأة ما يكونش فيه دم حيض ولا دم نفاس. أي شخص توفرت فيه شروط الوجوب الستة يبقى لازم يصوم، سواء كان سامع أو أصم أو من ذوي البصائر أو قعيد أو أي شخص. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.